سيرجي لافروف في طهران. زيارة وزير الخارجية الروسي مهمة في التوقيت والمضمون، هكذا اعتبرها الإيرانيون. فقد وقع الطرفان مذكرتي تفاهم تمهيدا لتوقيع وثيقة تعاون استراتيجي شامل على غرار الوثيقة مع الصين، تطور بارز في العلاقات بين البلدين رافقه تطابق في المواقف السياسية على أكثر من صعيد. على الولايات المتحدة أن تفهم أن العقوبات ليست أداة للتعامل مع إيران، كما أن الاتحاد الأوروبي أثبت في خضوعه للمتطرفين في أمريكا والكيان الصهيوني أنه لم يعد له مكان في المجتمع الدولي. إدانة إيرانية لسياسات أمريكا وأوروبا جاءت على لسان الضيف الروسي أيضا وبالأسلوب نفسه. ندين أي محاولة لتعطيل المفاوضات النووية ونطالب واشنطن بتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل، ونستغرب قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض المسؤولين الإيرانيين، ونعده خطأ أسوأ من جريمة ارتكب عمدا في خضم المفاوضات في فيينا. تصعيد أوروبي مفاجئ تزامنا مع حادثة نطنز قد يلقي بظله على الجولة الثانية من اجتماعات فيينا ويفتح باب التوتر أمام أكثر من احتمال. تدرك إيران صعوبة لملمة أزماتها المتراكمة، سواء في برنامجها النووي والعقوبات الاقتصادية أم في علاقتها مع الغرب وصولا إلى صراعها مع إسرائيل، لكنها تدرك أيضا أن تقاربها مع روسيا والصين بات أقوى من أي وقت مضى، وهو كفيل بتخفيف الضغوط الأمريكية والأوروبية عنها. أحمد البحراني، طهران، الميادين.